مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية أنا مش عارفة أقول لكم إيه بعد الحالة اللي المو... أبهرتنا كلنا حالة نغم دكتور الحالة دي هي نموذج للسيدة المصرية ده جسم السيدة المصرية اللي بنشوفه يعني ايه بقى فتره كبيره جدا بنشوف الشكل ده يا دكتور ولكن يا في البدايه انا عايز اعرف انت اشتغلت معاه ازاي يعني هي جات لك كده قالت لك انا عايزه ابقى ايه ولا التارجت بتاعها ايه ولا انا عايزه اوصل ايه يعني حول حضرتك اه يعني عايزين نحكي يعني. الحكايه كده عشان انا متشوق حضرتك. ان انا اسمع يعني انا مثلا المريضه مثلا بتاعت امبارح قالت كلمه لطيفه جدا قالت يا دكتور احنا لما بنتفرج على الحالات بتاعت حضرتك وبتاعت المركز بتطمن بتحس ان في امل لسه في امل وفي تفاؤل وفي ثقه بتقول لي انا كنت مكتئبه جدا لان آه. انا عملت شفط دهون مرتين ما جابش نتيجه يعني مثلا يا دكتور الظهر اكنها واحده ثانيه خالص ده يعني لا مش اتفرد هي اكنه شخصيه تانية بالظبط يعني اتفرد. ما بتلف كده الطقف من جنب حتى وشها بقى شكله احلى لا وزي ما احنا شايفين الدراعين بقى الكونتور عامل ازاي آه. الدراعين مفرود وشكله لطيف جدا والبطن الحمد آه. لله يعني اه اختلفت تماما حاله زي كده زي نغم قبل العمليه اول ما هتروح لاي لأ حد هيقول لها شدت البطن اه مثلا صح؟ آه. واكيد ده بيتقال ان احنا هناخد البطن ونشده وكلام زي كده. آه. انا البرنسبلز الكونسبت بتاعي ان انا ما اعملش شد الترهلات الا لما المريض يخس، دي اول حاجه. اه ماشي؟ الحل يعني التاني يعني على مرحلتين مش مرحله واحده. انا ما اعملش شد ابدا فلو انا يعني هي دلوقتي عليها. نغم ما عملتش شد. عملت جزء صغير. اه بس بعد ما خست في انهي منطقة بقى اللي عملت فيها شد؟ بطن ودراعين يمكن. اه اوكي؟ فبقول لحضرتك انا بعمل مثلا الشد بعد ما المريض يخس. ده اول مبدا حطيناه اه وعلى فكره الكلام ده غير مفاهيم كتيره جدا أوه. يعني اول احنا اول ناس احنا قلنا في المركز ان يا جماعه شد ترهلات البطن ما يتعملش غير في الاوزان القليله ما يتعملش في الاوزان العاليه هي تنسيق القوام بالظبط هي دي شيبنج للجسم يعني ما ينفعش مثلا مريضه وزنها 130 كيلو لها شد ترهلات بطن اولا بتبقى العمليه أه. كبيره جدا عليها ثانيا مش هتستفاد حاجه ودايما انا بقول تشبيه بسيط جدا انا لسه شايف مريضه عامله العمليه دي امبارح وجايه مستاءه جدا م. لما كان وزنها عالي يعني بقول دايما حاجه بسيطه جدا دي زي بالونه والبالونه دي انا ربطت نصها لتحت هم. هيحصل ايه في النص اللي فوق هيتنفخ اكتر فده احنا دايما حذرنا من موضوع ان شد الترهلات البطن عموما او شد الترهلات ما تعملش غير في الاوزان القليله الحل الثاني ان سهل جدا انك انت مثلا نقول لها الحل الامثل طبعا تكميم معده صح كده على وزنها لكن المريضه رافضه او, أو خايفه هي اصلا رافضه القصه نتيجة تيجي جنب مثلا اه بتقول لك لا هات حاجه ثانيه مرضى كتير بيقول لك لا تكميم او تحويل انا خايف بيقول لك انا عايز جراحه تانية انا عايز أو حاجه طريقة او طريقه بالظبط كده فالبديل ان احنا هنعملها شفط وبالون واحنا اول ناس بدانا شفط وبالون الناس كانت تقول ايه قبل الموضوع ده لا 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 شفط وبالون ايه اللي بيخسس الكم ده مستحيل م. لا شفتوا بالون ده حاجه انتوا بتهزروا اكيد انا سامعها كتير لا دي كسرت القاعده يا دكتور أه لا مش دي لا. بس والله اما نعرفها. انا عارفه بس, بس احنا يعني المرضة. عندنا ناس كتير احنا بنشوفهم وبنحب نعرضهم كل يوم ولكن نغم كانت فعلا حاجه بالنسبه لي انا انبهرت فعلا لما شفتها اه لا انا قصدي كمان في مرضى كتير جدا في المركز مفجأة. اه في مرضى كتير جدا ما بيرضوش طبعا يعرضوا نفسهم مش برضو. اه ما بيرضوش لكن انا بتكلم على تقنيه الشفط والبالون جايبه نتائج هايله جدا آه. لان انا بستخدمها كبديل بديل امتى المريض رافض اول حاجه انه يعمل عمليات جراحات سمنه، م. تاني حاجه المريض حالته الصحيه ما تسمحش. م. يعني عنده مشاكل كبيره في القلب او الصدر او الكلام ده كله، مش أوه. عارف ادخله عمليه كبيره. فدي تقنيه تانية وامنه اكثر عليه. بالظبط كده. المريض محتاج ان هو يعمل كونتور. انا مش عايز اخس بس، انا عايز أوه. شكل جسمي وبحس. عايز اعمل يبقى حلو اه. اوكي؟ طب طبيعي جدا انا ممكن اخس بس يحصل لي ترهلات عنيفه. اه. لكن مع تقنيه الشفط والبالون الترهلات بتبقى اقل, أقل. بكثير. من التكميم او جراحات طيب. السمنه طيب هنروح لنقطه ثانيه يا دكتور لو في مريضه جت لحضرتك <applause> قالت لك مثلا انا عايزه اعمل ايه شيبنج للجسم ويحركوا وعدتها كده ان هي تعمل مثلا شفط دهون زي نغم قالت لك انا عايزه اعمل بعد كده شد الترهلات دي كلها مم. حضرتك بتتفق معاها من البدايه ولا بتروح بعد لحضرتك بعد قد ايه ولا ايه لا هقول لحضرتك مش كل المرضى بيحتاجوا شد ترهلات بعد العمليه اه دي اول حاجه نتفق عليها الموضوع انه مختلف في مرضى لهم ترهلات في مرضى ما بيحصلهمش كتير مم. 80% من المرضى اللي عملوا شفط دهون مع بالون ما عملوش مم. شد عشان دي العقبه إيه. دايما بتبقى واقفه قدام اي مريضه او حد بيعاني من السمنه يقول لك انا من الترهلات بالظبط كده ما هو انا دلوقتي يعني ده انا بقوله وهقول حاجه ثانيه يعني 80% من المرضى اللي عملوا شفط دهون مع بالون ما احتاجوش شد ترهلات عشان ابقى متفقين <applause> تاني حاجه سوري تاني حاجه طيب حضرتك خايفه من الترهلات يبقى ما تخسيش واضح جدا وصريح خايفه من الترهلات نتخس ازاي يا دكتور طب هي عايزه تخس كل واحده انها مو... عايزه شكل تخس وفي جسم متناسق عايزه تخس ولا مش عايزه مم. عايزه تخس في تخسيس بدون ترهلات لا عشان بقى... ب... انا بقول كلام واضح جدا مم. بس بواسك... تدي الرؤيه الصح للناس اللي هم بيبقوا خايفين من الترهلات الزياده أنا... لا تخوف انا اقول لحضرتك دلوقتي معظم المرضى اللي بيجوا يكشفوا وعندهم سمنه اوريدي عندهم ترهلات اصلا زي ما احنا شفنا نغم عندها ترهلات ولا ما عندهاش من قبل ما تخس اصلا ترهلات طبعا عندها اه طبعا يبقى اذا ما نجيش مثلا نقول ان انا لما اخس هتزيد الترهلات لا اوريدي انا عندي ترهلات لكن احتاج شد الترهلات ولا لا في كلام على الموضوع ده يعني 80% من المرضى اللي عملوا شفط دون مع البالون ما عملوش شد الترهلات ما عندنا على فكره ده الكلام ده وبيبقوا مبسوطين جدا طب ليه 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 بيجي مثلا مرضى يقول لك اشمعنى دي اللي ما بتعملش ترهلات مثلا مم. مم. مثلا الجراحات السمنه بتعمل شفط الدهون بيعمل التصاق ما بين طبقه الجلد والطبقات اللي تحتها لان الدهون اتشفطت عملت ادهيجنز التصاقات اه لازقه مع الطبقات اللي تحتها بالظبط كده ده مكانها قاطعة مكان. او رد مقنع جدا ورد يعني رد كمان طبي وعلمي <applause> بالظبط كده ان الجلد بي يعني بيتلزق تحت الطبقات بالزبط. اللي عليه لان انا شفطت المنطقه آه. اللي تحت فحصل ايه تليفات تحتها فلزق الجلد في الطبقات آه. اللي تحته عشان كده انا بقول دايما مش لازم, لازم إيه. ان انا اه نعمل بعدين شد ترهلات مش لازم خالص وان كان وارد ان ممكن المريض او مريضه تحتاج طيب ونسبه قليله دكتور اشرف كان لسه معانا اسئله كتير اللي عايزين ده. نسالها النهارده ونجاوب عليها لكل الساده المشاهدين ولكن حاله نغم يعني قفلت الحلقه وانا انبسطت جدا وببقى منبهره جدا بالحالات اللي انا بشوفها مع حضرتك وفعلا تحياتي لحضرتك وتحياتي للمركز الطبي بشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده ضيفي كان دكتور اشرف سمعان استشاري جراحه الحروق عفوا جراحه التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي الدولي بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور مشاهدينا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله فاصل وهنرجع ثاني تابعونا